للإفاق بخبرة عزيزة أيام مدة مدينة وجدة لنتجاذب أطراف الحديث في الموضوع الذي ذكره الأخ حسن والذي كما سمعتم استمرار للحلقات التي كان المركز منظمها خلال هذا الموسم. لا شك أنني لا أفاجئ أحدا إذا قلت بأن ثمة مجموعة من الأعطال ومن العوائق ذات طبيعة بنيوية وهيكلية تراكمت طيلة فترة تاريخية طويلة تحول دون إحداث التغيير ودون إصلاح هذه المجتمعات. وأي مراقب أو باحث إذا ويقف أمام هذا الامتناع أو التمنع لهذه المجتمعات ومقاومتها للإصلاح والتغيير يتساءل عن الأسباب وراء هذه الممانعة وراء هذه المقاومة، مقاومة الإصلاح ومقاومة التغيير. فلا بأس أن نفتح هذا الموضوع بالتفصل فيه علنا ننجع في لملمة أطراف شتات هذه الصورة. حسبنا إذا خلصنا إلى تشكيل صورة لهذه المجتمعات وحاولنا أن نفهم أسباب هذه الممانعة ومقاومة هذه التغيير تكون قد خطونا خطوة لا بأس بها في هذا الحلقة. النظام العالمي اليوم يمر بلحظة مفصلية في تاريخه. هذه اللحظة المفصلية لحد الآن لن تستطيع رغم دراسات والتقارير التي يصدرها كثير من المراكز البحثية والعلمية على مستوى العالم لم يستطع لحد الآن أن يرسم لنا معالم هذا النظام العالمي الجديد، بحيث أن المفاجأة التي عرفها النظام العالمي الجديد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي والكتلة الشيوعية إلى الآن لم تتوقف. هذه المفاجأة التي يعجز الباحثون على فهمها وعلى سبر أسبابها ثم رسم تجلياتها، ولكن المفاجأة الكبيرة بين قوسين هي تلك التي لم يمر على تشكيل نظام عالمي جديد تنبأ بها المتنبئة الجدد وبشر بها المبشرون الجدد بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. فرسمت معالم لهذا النظام العالمي الجديد الذي هو واحد القطبية لغرار التوجه على المستوى الإيديولوجي وعلى المستوى الاقتصادي، لكن لم يمضي عقد من الزمن إلا وتهاوى هذا النظام العالمي الجديد ودخلت البشرية مرة أخرى في متاهات وفي غموض إلى درجة أننا لا نملك من وصف لهذه المعالم إلا وصف الفوضى، وصف الشك، وصف التوتر، وصف الارتياب إلى غيرها من الصفات التي تعكس عجبنا على رسم هذه الملامح. إن كان يدل هذا الأمر على شيء فإنما يدل على استنفاذ أدواتنا المنهجية ومداركنا الفكرية على فهم أول ما يحدث وثانيا على تجلية هذا التطور الحاصل في النظام العالمي الجديد. هذه المقدمة أريد منها فقط أننا أمام هذه الفوضى وعدم الوضوح والشك والريبة التي تصاحب النظام العالمي الجديد، حيث يتحدث البعض عن انتقال من نظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد القطبية إلى نظام متعدد القطبية إلى نظام بدون قطبية. يمكن أن نرسم ثلاث تحديات أساسية تتواجه الإنسانية أو النظام العالمي في المرحلة المقبلة. أولى هذه التحديات والتحدي السياسي. هذا التحدي السياسي هو هذا الارتياب وهذا التراوح
بين نظام الأحادية القطبي القطبية الذي كانت أرسية معالمه مع انفراد الولايات المتحدة الأمريكية بتنوعه إلى نظام لا نعرف ملامحه. هذه أزمة أو تحدي سياسي أمام هذا التحول في هذه المرحلة مرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى التشرذم الذي يعرفه المنتظم الدولي والذي تعكسه المجموعات الدولية التي طارة تجتمع بثمانية ثم 13 ثم 20، وهذا يتم في غياب عن المؤسسة الدولية المفروض فيها أنها تمثل النظام العالمي الجديد وأقصد الأمم المتحدة. هذا المستوى السياسي سنعود إليه، ما علاقته بما نحن بما سنتحدث عنه وعلاقته بمجتمعاتنا العربية والإسلامية. التحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي. الأزمة المالية التي مع الأسف الإعلام يصفها الآن بأننا في صدد الخروج من عنق الزجاجة وأننا في الدخول في المرحلة النهائية منها، في حين أن كل التقارير تؤكد على أننا في بداية الدخول إلى الأزمة، وأن الأزمة الحالية الأزمة المالية هو زلزال حقيقي يضرب المجتمعات البشرية لا مثيل لها في تاريخ البشرية، رغم كل المحاولات التي تحاول أن تقارنه بأزمة 1929، لا مجال للمقارنة في هذا المجال. وسنأتي إلى هذه الأزمة التي ستدخل سرعة دخلت الولايات المتحدة مع أوروبا، التي ستدخله كل الدول العالمية، بحيث ستنضاف إلى الأزمة السياسية، بحيث ستعرف البشرية دخولا في فوضى عارمة إذا لم تنمرج في أفق أي حلول، والتي من المستبعد أن تكون في المدى المنظور على الأقل. المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي يؤسسهما تحدي كان موجودا لكنه الآن يكشف عن حديته وعن قوته، وهو التحدي القيمي، التحدي على مستوى نظام القيم، بمعنى أننا لا نستطيع أن نفسر أو نقرأ التحدي السياسي والتحدي الاقتصادي إذا لم نرجعه إلى نظام القيم الذي هيمن على العالم. نظام القيم هذا دخلته أزمة نظام القيم دخلته البشرية منذ عدة عقود، خاصة بعد أن أحدث وبدأ العلم يحدث ثوراته أو طفراته النوعية على مستوى النظر وعلى مستوى المنهج، ليعاد التشكيك في أسس هذا النظام، حيث أصبح الحديث اليوم عن غياب المعنى، عن غياب القيم، عن أزمة الأخلاق، إلى غيرها من التعابير التي تؤكد والتي تعكس هذه الأزمة. يؤسسها التحدي القيمي، لأن كما قلت لا نستطيع أن نفسر التحدي السياسي والتحدي الاقتصادي بدون الرجوع إلى التحدي القيمي. بكلمة، يعجز العالم اليوم بمؤسساته المحكيمة وبجامعاته وبمفكريه على إبداع نموذج تفسيري لما نحن في صدده. لا شك أن هذه الأزمة لها آفاق إيجابية ولها آفاق سلبية. طبعا على المدى المتوسط، على المدى القريب والمدى المتوسط هي أزمة سلبية، لكنها تعكس كذلك استنفاد النموذج التفسيري أو النموذج الاسترشادي القديم، النموذج الاسترشادي الذي كنا من خلاله نفسر هذه الأزمات. وإذا تتابعون الحديث أو التفسير للأزمة المالية تجدون أنهم جميعا مشدودين إلى نموذج سابق، إلى نموذج ماضي، يعني أقصى ما يمكن أن تحال عليه هذه الأزمة لتقريبها للناس هو الأزمة الاقتصادية التي عرف العالم أواخر بداية الثلاثينيات، وهي كما قلت بعيدة كل البعد عن ما نعرفه من أزمة نوعية جديدة على كل المستويات. إذن فعندنا مشكلة أساسية، مشكلة على مستوى الأدوات، أدوات القراءة وأدوات التحليل، وعندنا مشكلة على مستوى النموذج التفسيري أو النموذج الاسترشادي الذي سنأتي للحديث عنه إذا ما سمح الوقت بذلك. ثم ينضاف إلى هذا الأمر، ليس هناك اليوم
نموذج لنظام يمكن أن تبني عليه البشرية حلا يخرجها من هذه الأزمة. بمعنى حتى إذا افترضنا كما يعتقد بعض الباحثين، حتى إذا افترضنا إمكانية الخروج من هذه الأزمة وحل هذه التحديات ومواجهة هذه التحديات، فلحد الآن لا يلوح في الأفق نظام يمكن أن يكون نموذجا تعيش فيه البشرية ولن تتكرر مثل هذه الأزمة. إذا هذا بالنسبة لهذه التحديات التي سنرى فيما سيأتي علاقتها بما أريد أن أصل إليه. بالنسبة للمجتمعات العربية والإسلامية